في الحلقة هذه بحولكم هذا الفستان الجميل إلى دراعة مصرية. سبق أني أنا سويت معاكم فستانين حولتهم إلى دراعة خليجية، لبستهم بالطولة، حطيت لهم أقمشة، أما هذه حسها مصرية فيها الورد اللي فوق. طبعا هي نفس الأولية، كانت الرسمة قصيرة إلى نهاية قبل الفستان، أنا زدتها كشكش كبرتها عشان تعطيني ثيم مصري. اليوم بشتغل عليها، بركب لها الدناديش المصرية، بكتب عليها كتابة بالكلام المصري، وبحولها إلى دراعة قرقعان، وبشتغل على الشنطة حقتها. معاها شنطة جاية اللي هذه الشنطة، إن شاء الله راح أشتغل عليها اليوم وأريكم كيف أقدر أحولها إلى ثيم رمضاني خاص بالقرقعان. راح أرسم معاكم رسم مبدئي للتصميم. التصميم اللي عندي وجهها بيكون كذا مايل على جنب، والأكتاف طالعة، وإحنا مسوي لها الكشكش المصري اللي بهذا الشكل، حلو. فوق رأسها هنا العين، فوق رأسها كله ورد كامل. المصريين أو الإسكندرانيين يمتازون إنه قديما أو ما زالوا يلبسون البرقع، بس البرقع حقهم برقع إسكندراني أو مصري اللي يجي مخرم كذا شكله. أنا عندي برقع جايبته من مصر، بوريكم شكله، هو كذا يجي نفس الشكل هذا. هذا برقع مصري، كيف شكله؟ في دناديش ومن تحت نهاية دناديش، فأنا بسوي زيه بالضبط. أنا جايبة قماش يشبهها يعني بهذا الشكل مخرم، راح أقصه وراح ألبسه اللي هي نفسها الرسم. فدامكم فهمتوا الفكرة، هاي الرسم اللي أنا راح أعتمدها. أوكي، بجيب لكم الصورة اللي هو نفسها الفستان. هذا الفستان راح أحوله إلى جلابية، عجبتني حيل الرسمة والثيم، فقررت أني أنا ألبسها برقع مصري، وبلبسها كردان اللي هو الحلق، يمكن أحط لها ورد بشعرها، فبيصير كذا نفسها. وراح أحط له هنا خيط نفس هذه الطريقة اللي هنا موجودة، الخيط اللي على الخشم، وخيط يربط فوق رأس بالضبط هذا شكله. وحين ببدأ بقصها على قياس اللي هو وجهها، أجيب المتر، أفضل أنا استخدام المتر عشان أقيس كل شيء أباه. المتر عندي من هنا إلى هنا حوالي 4 إنش، فأنا بس بستخدم من هذا القماش 4 إنش بس هذا. أوكي، أجيب المقص، القماش اللي بستخدمه طبعا أنا ماخذ قياساته إنه هو تقريبا حوالي 4 إنش، فبالضبط أنا باخذ بالمتر 4 إنش وبحدد وبقص، بس باخذ زيادة. مثلا الحين هو 4 إنش، طبعا أنا باخذ زيادة يمين ويسار، بخليه 4.5 عشان لو غلط بال اللي هو بالقص يكون عندي احتياط. وبقص من الطول، بخليه شوية طويل، بعدين أنا إذا ركبته أحدد وين أبي الطول. هذا الشكل، طبعاً زي ما قلت لكم خد زيادة كذا، هذا الشكل. أوكي، التصميم قبالي اللي هو البرقع المصري كاهو موجود، فأنا بقلده، فلازم أحط له خط هنا دعامة وفاصل، فموجود الخيط. الحين أجيب الرسمة حقتي، بعد ما قصيت اللي هو القماش راح أثبت اللي هو القطان، أو حتى لو ما عندكم قطان صوف خط طولي كأنه برقع. طبعا هو يمتاز البرقع المصري إن فتحته وسيعة، فأنا بستخدم الغارة يوهو وراح أخيط، لأن أساسا الرسمة تحسونها قاسية شوي، وأفضل شيء في الأقمشة استخدم اليوهو أثبتها هذا الشكل عشان يعطيني إن شكله برقع مصري. أنا ما أدري لوين الطول، بعدين بقص، بعدين أجيب البرقع المصري وأسوي بهذا الشكل، بهذا الشكل، بس أحسه مرة عريض، ممكن أبدل إني أخذ من الأطراف وأحطه بهذا الشكل. الحين أقص الزايد، باخذ نفس القطان وبنزله من الجنبين، بنزله يمين ويسار، لان القماش نفسه سيميك، فكذا افضل لي اني انا اثبت. خلي
كذا نازل. بعد ما ثبت الأساس بجيب البرقع وبحطه بهاي الطريقة. إذا كنت أبغاه قصير ممتاز، شوفوا كيف الحنيات حقته، فأنا لازم أقصه بهذا الشكل، دائرة من هنا ودائرة من هنا، ويكون طوله معقول، يعني يكون أول شيء أقصه بالنص هذا، هذا قطعة تكفيني، أقص قد بقد لما أتأكد من أن القطعة صارت مضبوطة، بقصها نصين وارجع احطها على القطعة اللي عندي. كذا اكون ثبتت البرقع، قصيت الزوايد اللي موجودة فيه واستخدمت المقص الصغير، قصيت الاطراف ولصقته باليوهو، لصقته بس من فوق يعني هو متحرك. حلو، الحين هي لابسة عقد هنا، فانا بستخدم الكريستالات شوارفسكي، اي نوع كريستالات اي لون، لكن انا افضل اني اركب لها كريستالات. هي تلبس كردان ذهبي، فبحط لها هنا زي ما انتم شايفين انا ركبت لها الكريستالات، استخدمت هذا النوع الذهبي، حتى بالشعر حطيت لها اكسسوارات زيادة. طبعا اقدر استخدم اللولو وازيده بالشعر مع الورد، لان في اشياء فيها وفي اشياء ناقصة، فانا بركب لها هنا لولو زيادة ولصقة. واتركه ينشف عشان لما اغطيه يبين هلا لابسه كردان بهاي الشكل. فهمتوا الفكرة؟ بس استنى ينشف. بعد ما ركبنا الكريستالات وركبنا هذه، هنا في اطرافها بركب كور ملونة اللي هي هذه، راح استخدمها بركب مجموعة منها. كيف؟ اجيب الصمو اليوهو اثبته كذا نفس طريقة اللي سويتها بالجلابيات القرقعان، وركب تيفاني وردي الوان متعددة عشان يطلع الشكل مرة حلو. حط اللون الفوشي هذا الشكل يطلع شكله. هنا راح احط لون اللي هو الاخضر او الكحلي، احط اخضر، وهنا راح احط لون احمر. كذا راح يكون شكله انيق وناعم. بعد ما ثبتت الكور، دائما شعر لما يلبسون البرقع يكون لابسين اللي هي ربطة الشعر اللي فيها ورد كراكيش زي هذه، فانا ايش بسوي؟ بقصصها وبوزعها بالشعر مع الورد، مع ان المفروض احط ورد، انا كنت خاطري اني انا احط ورد بس حسيته ان شكله طلع بشع، يعني ما طلع بالشكل اللي انا اباه، فبوزع اللي هو نفسه هذه الكور بالشعر عشان يعطيني الشكل بطريقة ربطة الشعر اللي يحطونها المصريين، فاحس كذا مدري يجي اكثر. ايش تحسون انتو؟ طبعا اكتبوا لي تعليقاتكم، اكتبوا لي آراءكم، حتى انتقاداتكم اتقبلها، بحيث اني انا اسوي اشياء تنفعكم. كذا شكلها يكون. طبعا بعد ما ركبت الكور ثبتها بصمغ اليوهو، هنا بالمفرق هو حق البرقع بحط فيه كريستال اسود، لان اذكر ان المصريين هنا يكون يا في خط ذهبي او قطن في لمعه بسيطه، فانا افضل اني انا احط اسود بدل اللمعه الذهبي، حسيتها كثيره. فاصفى بهذا الشكل كريستال اسود، يكون احلى شكل كذا شكله. واخر شيء هنا عشان القطن اللي مطشر يضبط معي، وبس كذا خلصنا البنت. الحين بكتب كلام مصري هنا، بفكر شنو اكتب، كيف بحطه. نخلص كل الشغل اللي ابغاه على البنت نفسها. شوفوا شكلها كيف طلعت جميله،
طبعا هذا الشيء برمية، هذه خمسة وخماسة دائما نلاقيها في مصر، سواء كان تحف أو تكون كذا زي الزينة تتعلق بالبيت. فأنا حابة إني أنا أحطها في الدراعة نفسها، لكنها مرة كبيرة، فأنا بحطها بالظهر، لكن بكتب كتابات مصرية، متن رفيز نيش إيبه إيطلان. بس الحين بحط فيها عشان تلصق، نحتاج إلى فازلين. عندي نوعين من الفازلين، عندي هذا الشفاف الخفيف اللي يلصق من الجهتين. طيب بدل ما أكتب العبارات الحين، شو بسوي؟ بقلبها من ورا، طبعا الصورة هنا، من ورا الجهة الثانية معاكسة للصورة، بحط اللي هي اليد اللي هي هذه خمسة وخمسة نفسها، وبكويها وبأثبتها هنا، أحسها أحلى. أو أقدر إني أنا أثبتها فوق في الظهر من ورا، بعد تطلع حلوة. طبعا أنا شو اللي حطيت؟ حطيت ورق اللي هو أوكي، لأني بكوي هذه القطعة القماش ما راح أخيطها، راح تثبت. أنا حاطة تحت فازلين من ثقيل، الصمغ فيه من جهة واحدة، بينما هذا الفازلين يعتبر خفيف، أخف نوع، ويلصق من كل الجهات. اللي بسويه إني بلصق الثنتين ببعض عشان تصير سميكة عندي، فأنا بقصها، ثبتها كذا وبقصها، بعدين بثبتها على الدراع اللي أنا سويتها بالظهر، وبكويها بالمكوى. بقص اللي أبغاه، هذه سهلة للي ما يحب يخيط أو ما عنده ماكينة خياطة، ليتلصقون أي صورة تبغونها أو أي شيء. الحين بثبتها صح علشان أقصها مضبوط، عشان ما يذوب الأطراف ويوسخ. طبعا صار جاهز كذا، أكون حطيت ثلاث طبقات. الطبقة هذه أبيها ليش؟ عشان تثبت لي اياها زي ما زين، يعني انا ابغاها. بس ايش بسوي الحين؟ جبنا المكوى وجبنا فوطه، جبنا القطعه من الظهر، بنركبها بالنص اللي هنا راح تكون اوكي، وراح اثبتها بهاي الطريقه، وراح اكويها بمكوى حار ضغط. الحين وهو حار بحاول اثبتها، بس بحط ورقه علشان لو طلع غرا زايد ما يخرب لي القطع. هاي الطريقة مع الحرارة ينكوي وتثبت لي اللي هي الصورة، أي صورة أبغاها، حتى لو كانت صورة مطبوعة ورق الفازلين يثبت لي إياها. بس عشان أشيل الزوايد بعدين إن شاء الله طقت، لأن المكوى بارد. طولت عليه لأني نسيت إني أطول عليه. تلاحظون حتى الأطراف بدأت تلصق، بس لأن المكوى بارد، بعد ما عليت على حرارة المكوى القطعة لصقت مرة لاصقة. شوف حتى الأطراف لصقت فيها كامل، باقي هاي الطرف بس، هنا كله ثابت. هذا الحلو فيها إنها تثبت لي القطعة، تثبت لي الصور، قطعة، أي شيء أحط الفازلين خلاص صار ثابت. ممكن أنا أخيط الأطراف عشان لو ما بغيتها تقوم بعد غسلة غسلتين ثلاثة، ممكن هتقوم فأخيطها أفضل، وممكن لا ما يحتاج. إذا كان الفازلين بس الناعم الحالة يثبتها ما يحتاج كوي، بس لأني أنا حاطة فازلين ثقيل وفازلين خفيف علشان يقسر لي القماش، لأن الأطراف حقتها مقصة مقص عادي. وبس ثبتت كذا، شكلها صار من ورا وكذا شكلها صار من قدام. بحط كتابات هنا وبرجع أصور لكم. طلعت لي كم عبارة مصرية، مثلا ما تعصبنيش، نعم يا أختي، قدعة، في برنامج بحط لكم إياه في البايو بعد شوي، في إيه ما تنرفزنيش، يا صباح البنجور، يعني يا لهوي. ممكن اني اكتبها عبارات، بما اني انا مسويتين مصري
أكتبها عشوائيش بسوي كيف طريقة الكتابة. طبعا مجهزتهم الثيمات هنا موجودة وحط لكم البرنامج. بجيب اللي هو الفازلين القاسي وهو طريقته أنه يتصمغ من جهة واحدة بستخدمه بحطه وبكويه بشكل مستطيل مربعات أو شكل زي كذا زي الغيمة وخلي كأن البنت تتكلم زي الغيمة وخلي كأن البنت تتكلم فبسوي تصميم إن شاء الله يطلع حلو بنفس. طبعا جهزت الفازلين هذا هو موجود عندي بسويها كأنها عبارة برسمها رسم. طبعا هذه الجهة اللي فيها لمعة بعد ما قصيت اللي هو الفازلين القاسي اللي من جهة واحدة قصيتها كأنها عبارات تتكلم بكويها. بعد ما أكويها بكتب عليها. شو كيف ثبتت؟ بكتب عليه له 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 كده تو ماتش. أحب الكلام العربي على الإنجليزي. عندي هذه بعد مسويتها بخليها تطلع من هنا كأنها تتكلم تقول شيء ثاني يا لهوي. فأنا مجهزتها عشان أثبتها. اوكي بس اديها فوق هنا تصير احلى. اثبتها كويها دام يكون حار تلصق على طول. بما اني بكتب عبارات ما احتاج احط قماش كفي الفازلين لانه قاسي لان هذا خاص بالتطريز. اول عباره بكتبها بتكون طويله اللي هي له له كده تو ماتش. العبارة الثانية اللي بكتبها هنا يا لهوي. اكتب يا لهوي أحلى. ايش رأيكم؟ العبارة اللي تحت بكتبها ما أدري. الحين خل أكتب معاكم هذه. بستخدم المحدد الأقمشة. بكتب فيه. هنا بكتب يا لهوي راح اكتبها بعدها شوي لاني مرة قريبة. بس السنة هذه جابت العيد لانه مرة كثير نزل. بجيب عود الاذان وبنفض. آخر شيء بكتب واتمخطر واتمخطر درجن درجن وأكتبها. بحاول أكتبها بالمحدد ما نتوسخ علي. مدري واضحة تشوفونها. شوف شلون سويتها واتمخطر له له تو ماتش. انزين في عندي جبسات هذه دائما استخدمها اخذها محلات بريرين. طبعا انا بحط فوانيس بما انه ثيم مصري فبحط الفوانيس. عندي ثنتين فانوس لونه فضي وفانوس بعد لونه ذهبي وشكله ضاع مدري وين. المهم عندي هذه مصرية فأقدر أحط اللي أباه إذا بغيت. أقدر أحط رمضان بس أنا بكتفي إني بحط كور في كل مكان أنثرها وأكتفي فيها. وفانوسين اثنين واحد لونه بني وواحد لونه رصاصي. شبسات كتابات
تبونه، بس انا افضل انها تكون كذا ناعمه كلاسيك. والكم اللي هنا بحط عليه كور واحد وخلاص. وكذا نكون وصلنا بنهايه التصميم اللي اشتغلنا عليه بستايل مودرن. حولنا الى دراعه قرقعان بثيم مصري، حطينا عليه جميع الكور، جميع الجبسيات اشتغلت على جنب واحد، ومن الخلف حطيت خمسة وخميسة زي ما هو واضح عندكم فوق. وما نسينا الكتابات. إذا عجبتكم قناتي اشتركوا فيها ولا تنسوا عمل لايك، وانتظر تعليقاتكم وردود أفعالكم. شكرا لمتابعتي.